خد يا رايح فين؟ يا عم انت مالك يا طلع بقى؟ شتا؟ لو النبي وده سميه ايه بقى ده ان شاء الله؟ في ايه مالك داخله بزعبيبك كده ليه؟ بعدين دي واحده وحشه كده حد كان بعتها لي وبعتها لك ليه بقى؟ عبره وعظه؟ لا عشان احمد ربنا. طب احمد ربنا بقى ان انا ما رزعتش التليفون ده في وشك. وخد بالك لو هتبص هبص وزي ما في بنات وحشه في برضه ولاد تغم النفس عادي يعني. طب فكري تبص كده وانا خزقهم لي. صبي خير ياما. سنور يا دناي. هي العيال دي ما بتذاكرش ليه؟ نيله عليهم وعلى مذاكرتهم، عاملين ازعرينا من صباحه ربنا لما وشوني. لا يا بابا، مجيتك هنا اهو عشان المذاكره وبس. تيجي الساعه 9 تطلع على المكتب عند سلام، فاهم؟ حاضر. بقول لك ايه ياما؟ العيال دي تقعد تذاكر كل يوم قدام عينيكي. حاضر. ولو امر على السفر رنيلي. عينيا. انا داخله اغير هدومي عشان نازله تحت. يا نهار اسود. يا لهوي اللي عمل فيك كده يا واد؟ في عيال ضربوني وخدوا مني نمر برضه بتاعي. عيال مين؟ معرفهمش. تعالى معايا على المستوصف. يا لهوي يا خرابي. يا رب جيبي العوايب سليمه يا رب. من هنا ورايح خزعه هو اللي هيوديك المدرسه ويرجعك، ولو شاف العيال دول خليه يتعامل معاهم. ليه مش شايفين عيال شماعه ولا ايه؟ انا بكره هدور عليهم واضربهم. لا طبعا انا عارفه انك انت سيد الرجاله، بس انا عايزه خزعه يبقى معاك عشان لو تقلت ايدك عليهم يفضل الخناقه بينكم. اه اتنين، انا جايزه لما اجي لحضرتك على طول. لا 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 مش عاوز غرز. ايه جبت ورا كده ليه؟ ما كنت عامل فيها دلوقتي 7 رجاله. الغرز مالهاش دعوه بالرجوله، ثم انت مالك اصلا. حبيبي ناخد غرزتين ونخف ولا الجرح يتلوث وبعدين نعمل عمليه؟ لا انت مين قالك ان انا اعمل عمليه؟ طب ناخد غرزتين واجيب لك البلاي ستيشن 4 اللي انت عايزها؟ لا ده انا على كده بقى هجيلك كل يوم بست غرز عشان تجيبي لي اللي انا عايزاه. اخلص يا بنت. هيا قلت ايه؟ هيجيب كام لعبة؟ 2. نخليهم 4، ناخد غرزتين؟ 4 آخر كلام. ربنا كاملك بعقلك يا رب.